وميدان المرموم يواصل استقطاب السياح الأجانب. وسنتعرف أيضا على أفضل توقيت لهجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل. أهلا وسهلا بكم متابعين الأكارم في أخبار الهجن. أجواء رائعة ومميزة تلك التي صاحبت حضور وتشريف سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي لمنافسات السباق التأهيلي الثالث الخاص بالسن الصغار بميدان المرموم. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. يوم جميل هو ذلك الذي يزداد فيه حسن وجمال ميدان المرموم بحضور وتشريف سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، وهو يشهد على منافسات السباق التأهيلي الثالث لسن اللقاية لفئة أصحاب السمو الشيوخ، والذي عرف مشاركة 335 مطية على مدار 18 شوطا قاطعة مسافة 4 كيلومترات. في الشوط الرئيسي الأول أدت سمحة لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد بن عديج بن زيتون المهيري شوطا رائعا ومميزا، وهي تتقدم بخطوات ثابتة نحو المركز الأول كأفضل توقيت زمني في مجمل الأشواط، محققة زمنا وقدره 5 دقائق و51 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. وقدمت هجن الرئاسة وكعادتها عروضا قوية ومثيرة في الشوط الثاني، وكانت متعبة بقيادة المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، محققة زمنا وقدره 5 دقائق و54 ثانية وست أجزاء من الثانية. اشتد صراع الوصول لخط النهاية في سباق الشوط الثالث بين مربوش ومجد وهملول، لكن الأخير استطاع أن يحدث الفارق بين أقرب منافسيه وهو يبتعد عنهما في الأمتار الأخيرة، مسجلا توقيتا زمنيا وقدره 6 دقائق و1 ثانية و4 أجزاء من الثانية. وشهد سباق الشوط الرابع منافسة قوية ليفوز حشيم بالمركز الأول لهجن الرئاسة، مسجلا زمنا وقدره 6 دقائق و3 أجزاء من الثانية. ليستمر عطاء هجن الرئاسة في تقديم العروض المذهلة والباهرة في السباق بعد أن تمكنت من الفوز ب14 شوطا كاملا من أصل 18 شوطا، محققة العلامة الفريدة. هذا ما كان عليه أو ما كانت عليه الفترة المسائية. أما الفترة الصباحية ليوم الجمعة لهجن أبناء القبائل وكذلك لسن اللقاية، أبرز النتائج في سياق التقرير التالي. من جانبه وفي نفس اليوم خصصت الفترة الصباحية للسن اللقاية لهجن أبناء القبائل بمشاركة 622 مطية وعلى مدى 4 كيلومترات. تنافست المطايا على 18 شوطا، خصصت الثمان أشواط الأخيرة لفئة الإنتاج في سباق حمل الكثير من المفاجآت. مجريات الشوط الرئيسي الأول مفتوح كان يوحي من البداية لتفوق مرحلة لحميد بن سعد بن عبد الله العرياني التي قادت السباق واستطاعت أن تبتعد كثيرا عن أقرب منافسيها في الدقيقة الأخيرة، ليزدان جمال صباح أهل العين وهي تهديهم ناموس هذا الشوط عن زمن وقدره 5 دقائق و59 ثانية. ولم تترك قيادة الفرصة لمنافسيها للحاق بها عندما تسيدت سباق الشوط الثاني مفتوح لتحقق المركز الأول، وعن جدارة ومهدية ناموس هذا الشوط لمحمد بن سارب الملوش المزروعي، مسجلة زمن وقدره، وعاد أفضل توقيت في هذه الفترة الصباحية للإنتاج والمفتوح لشاهين لعلي بن سعيد بن سالم الرميثي الذي قدم أداء ولا أروع ليسجل توقيتا رائعا في زمن وقدره 5 دقائق و55 ثانية و23 جزءا من الثانية.
وتنفس صباح أهل الوثبة عن وقع السعادة بعد أن أهدتهم الخليجية لمحمد بن سويد بن قشمان المنصوري ناموس الشوط الأول إنتاج محققة زمنا وقدره 6:03:09 من الثانية. وبدأ الشوط الثاني إنتاج سهلا لناصية لسالم بن مانع الغويص السويدي التي لم تجد صعوبة في تحقيق المركز الأول في زمن وقدره 6:05:08 من الثانية. هكذا انتهت أبرز أشواط الفترة الصباحية لسن اللقاية لأبناء القبائل، وهي الأشواط نفسها المؤهلة للمشاركة في بطولة كأس الخليج المزمع إقامتها بميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي. وبعد هذا السباق كاميرا المركز الإعلامي لنادي دبي لسباق الهجن تنقلت للحدث ووافتنا من طباعات الفائزين في سن اللقاية. نتابع. والله هي من بداية الموسم ما ضاقت الهزيمة، الحمد لله أركضت الاشتراكات في المدينة وكسرتهم، الحمد لله والله وفقها. والله أبوها شاهين بن عويضان وأمها سودانية، أهديه والله على الخصوص الوالد ساري بن ملوش ولها الغربية. أشكر الشيوخ على الدعم، خاصة الشيخ حمدان بن محمد، الشيخ محمد بن راشد، الشيخ محمد بن زايد، الشيخ خليفة. ونشكر نظام دبي على التنظيم الزين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. فكرة التاهيل طال عمرك سبق، يجمعونهن يأهلونهن في الميادين الوثبة وفي المرموم، ويأهلون في قطر وفي عمان ودول الخليج، ويركضونهن في يسوون لهن كاسات، يركضونهن في الكاسات كاس الخليج. نعم، وهاي فكرة طال عمرك فكرة الشيوخ الله يطول عمره، ونحن في الأمر طول عمار الشيوخ. فكرة طيبة، فكرة الانتاج، وطال عمرك الانتاج الحين الناس لقوا فيه فرصة، واللي عنده انتاج اركض وسبق واستفادوا. لكن طال عمرك انا عندي بعد بالنسبة للانتاج، الناس طال عمرك كلهم عنده بوش ويمرحون للزمول، وتظهر مطية سبوق، وتغدي طال عمرك اكثر شيء الشهرة للبعير، ابوها فلان وامها ناقة فلان، لكن الشهرة اكثر شيء للبعير. فطال عمرك نحن نبغي فكرة نوصلها للمعازيب الله يطول عمارها، أنه يضيفون فكرة الانتاج أمها وأبوها في العزبة، انتاج العزبة أمها وأبوها، على أساس طال عمرك إذا البعير أنتج يكون البعير منتج، طال عمرك راعيه يستفيد، أول شيء راعيه يستفيد، بعدين طال عمرك اللي بيمرح يستفيد، بعدين طال عمرك فيها الحينها مختبرات حق الانتاج، ممكن يستثمر عنده المختبر، ممكن يشتريه، يمكن يشتري شيخ يغادي البعير معروف. بس طال عمرك اما اني انا امرح ناقه، الناقه عند العرب كلها يمرحون، لكن يوم يغادي ابوها وامها حتى البعير المنتج بيبرز في الساحه، بينتج بيسبق بناته السنه وبيسبق الحول، وممكن راعي يستفيد والناس تستفيد والحكومه تستفيد منه. الخليجيه طال عمرك ابوها الخليج بعير حمد بن هيان، والخليج معروف 4 سيوف ماخذ، وامها طال عمرك بنت مياس الرئاسة. اهدي طال عمرك الناموس اولا للوالد سويد بن قشمان المنصوري، واهدي طال عمرك الناموس لشعب الامارات كله. احب طال عمرك اشكر حكام الامارات على راسهم الشيخ خليفة ولي عهد محمد بن زايد والشيخ محمد بن راشد، واشكر الشيخ حمدان بن محمد على متابعته الميدان المرموم، واشكر طال عمرك اللجنه المنظمه لهذا السباق. والله هاي تعني لنا اشياء وايده، اول شيء نحافظ على السلالات ونحافظ على الانتاج، ونتمنى بعد انهم يضيفون لنا يكون انتاج من ام وابو، اشواط من انتاج من ام وابو، لجل يحافظون الناس على البوش ويحافظون على الزمول. والفكره هاي طيبه، هم بادينها وان شاء الله انها بتكون في تطور وفي زياده. والله ما مستعدين بعد، احنا تو نركض في اول بدايته. وكاس الخليج ان شاء الله اللي تاهلا من ركاب الباجات اللي قايه اللي عندنا واللي عند اخواننا بيشاركن، واللي ما شارك بيشارك في الرئيسيات ان شاء الله. افديه طال عمرك لاخواني وجميع المركضه كلهم، وبعدين طال عمرك ناصيه لها دخلناها ويا الثانيه ولها 3 سباقات من عقب، واخوها من الام بتاع على الرئاسه، واخوها من الام ماخذ الرمز في الشحانيه ناصي المختبر، وامها بنت شاهين وانتاج. اشكر اللجان العامله والمصورين والجميع اللي العاملين على اللجنه المنظمه. والله هذا المركان طال عمرك احنا جهزناه عشان البطوله، ودنا نمثل علم الدوله، وفي مناسبه مثل هاي طال عمرك نتشرف بتمثيل علم الدوله. وشاهين ما قصر، جهزناه واعطانا على ما نبى منه اعطانا، والحمد لله التوفيق من رب العالمين. شاهين طال عمرك انحدر من سلالة مدهش المملوك لسيف بن سعيد بن يريو المنصوري، واللم من بوش الشيخ حمدان بن راشد، انتاج عيسى بن راشد المرشودي المنصوري، واهدي له الناموس ويستاهل بن راشد على الانتاج الطيب. وطال عمرك هذا انجازاته سابق في تمهيدية حمدان بن راشد سابق، وبعد مدي عرض وفارق عن الحلال، وهذا له ثاني اشتراك له في دبي، وما شاء الله شفته وركضه وانجازه. أوجه بالشكر طال عمرك لشيوخنا أصحاب سمو الشيوخ، وهنيهم بمناسبة يوم العلم،
وطال عمرك، واشكر نادي دبي واشكر اللجنه المنظمه لسباقات الهجن، والله يطول عمر الشيوخ. أسدل الستار يوم السبت الماضي على منافسات السباق التأهيلي الثالث لسن الإيذاع لفئة أصحاب السمو الشيوخ، والذي شهد منافسة كبيرة ما بين جميع الشعارات، وبرز نجم هجن العاصفة بذلك اليوم وانتزعت 9 أشواط في هذا السن. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. دائما مع أجواء الإثارة والحماس، خصوصا في الفترة المسائية التي انطلق فيها السباق التأهيلي الثالث لسن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ بمشاركة 216 مطية التي قطعت مسافة السباق في مسافة 5 كيلومترات، وعلى مدار 16 شوطا كاملا في سباق حمل العديد من المفاجآت. ما زالت هجن العاصفة تبهر الجميع وتحقق العديد من الإنجازات الكبيرة، وهذا ما فعلته في الشوط الرئيسي الأول عندما تمكنت صفوة لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي من تحقيق المركز الأول والناموس في زمن وقدره 7 دقائق و42 ثانية و3 أجزاء من الثانية. وكان التنافس على أشده في الشوط الثاني بين المطايا إلى خط النهاية، إلا أن وناسة لهجن العاصفة عرفت كيف تخرج فائزة من هذا السباق منهية إياه في المركز الأول بتوقيت زمني وقدره 7 دقائق و48 ثانية و5 أجزاء من الثانية. في الشوط الثالث استمتعنا كثيرا ونحن نشاهد هذا المستوى الرائع للهجن في هذا السباق، بعد أن قدمت المطايا عروضا قوية وتمكنت الخبرة والحنكة لمودع لهجن العاصفة من الظفر بالناموس والمركز الأول محققا زمنا وقدره 7 دقائق و48 ثانية و4 أجزاء من الثانية. وفرض مايهاب هيبته على سباق الشوط الرابع وهو يتقدم كالسهم للمركز الأول بعد أن راقب السباق بدقة لينهيه أولا ويظفر بالناموس محققا زمنا وقدره 7 دقائق و57 ثانية وجزئين من الثانية. وحمل الشوط الثالث عشر المفاجأة عندما أصاب سهم صواب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم المركز الأول، وعن جدارة بعد أن حافظ على رتمه طيلة أطوار الشوط الثالث عشر ليسجل اسمه من ذهب في خانة أفضل توقيت في الفترة المسائية بزمن وقدره 7 دقائق و42 ثانية. في صبيحة يوم السبت الماضي الذي خصص لهجن أبناء القبائل لسن الإيذاع، والذي عرف تسجيل أفضل توقيت زمني إجمالي في الشوط الأول عن طريق الذيبة للسيد صالح بن حمد القمرة المري، وعن زمن وقدره 7 دقائق و35 ثانية و4 أجزاء من الثانية، أبرز ما حملته هذه الأشواط تتعرفون عليها من خلال التقرير التالي. وبعزيمة صباحية فولاذية انطلقت بميدان المرموم الفترة الصباحية لسن الإيذاع لفئة أبناء القبائل بمشاركة 382 مطية قاطعة المسافة 5 كيلومترات على مدى 16 شوطا فيما خصصت الأشواط الأخيرة منها لفئة الإنتاج. وبإيقاع رائع ورتم منتظم طيلة مجريات هذا السباق، استطاعت الذيبة لصالح بن حمد القمرة المري إهداء أهل الشحانية ناموس الشوط الرئيسي الأول مفتوح مسجلة أفضل توقيت وقدر ب7 دقائق و35 ثانية و4 أجزاء من الثانية. من جانبه حمل الشوط الثاني حماسا كبيرا خصوصا في أمتاره الأخيرة، ونحن نستمتع بالمنافسة القوية بين وجود وحنكة أعيان لمطر بن عبيد بالضبيعة، والتي كانت أكثر واقعية وتمكنت في الأخير من انتزاع المركز الأول وبجدارة مسجلة زمن وقدره 7 دقائق و45 ثانية و9 أجزاء من الثانية. وفي الشوط الرئيسي
ألزمت إلزام لحمد بن سعيد السفنها العفاري منافستها الأقرب مذهلة للتراجع للمركز الثاني بعد القوة الكبيرة التي أبرزتها إلزام في الدقيقة الأخيرة من نهاية هذا السباق الرائع واستطاعت حصد الناموس. ورسمت الظبي البهجة على مالكها مطر بن عبيد بن محمد بن ضبيعة الكتبي وهي تهديه ناموس الشوط الثاني إنتاج رغم مزاحمة هد لها إلا أن أجزاء بالمئة كانت الفارق بينهما لتظفر الظبي بالمركز الأول في توقيت زمني بلغ 7:47 وجزئين من الثانية. عبر العديد من الملاك والمضمرين عن سعادتهم بنتائج اليوم مؤكدين على ضرورة تقديم مستويات أفضل في قادم السباقات. إليكم أبرز هذه الانطباعات. والله هذا يعني لنا شيء كبير نمثل الدولة إن شاء الله ونمثل خير تمثيل بإذن الله. والقعود طال عمرك هذا ثاني اشتراك له، أشركنا أول اشتراك تمهيد المرموم الأولي ويا ثاني شط الأولي ويتوعك الصحية القعود شوية والحمد لله جهزناه واليوم تيمن بارد فيه. والله القعود بارد فيه نطلب منه وغافاني عاطينا، لكن القعود طال عمرك احنا قمنا نسايس شفنا الجعادين اللي قدام قدنا عايزانات قمنا نسايس القعود برا القعود يعدي باشتراك تقريبا من شهر ونص والحمد لله اللهم لك الحمد تيمن القعود اليوم ينحدر من سلالة شاهين المهيري وهم في ضبيان. والله اهديه للوالد غانم مصر بالقوبع واهديه لكافة الامارات ولخص هالنادي الشباب. والله أشكر نادي دبي لسباقة الهجن وما قصروا على الترتيب الطيب وعلى الميدان الطيب وهذا الميدان الذكي السبق فيه سواله بلاد. والله البكر لها إنجازات قبل ومنهلها حق الشوط هذا سلالة الباسل وما مهجنة. والله البكرة كل ما يلها في تطور إن شاء الله في الخير. نادي الفوز هذا للوالد ومحبين شعار بضبيعة. نشكر أصحاب السمو الشيوخ ونادي دبي لسباقات الهجن على تقديم هذا. الطاغي ينحدر من سلالة الطاغي الرياسة وومة بن صوغان لها رصيد بعد سيارات ومش غريبة على القعود السبق. القعود له سبقات قبل ولا توقيت من توقيت القوية وأشواط الإنتاج تعنينا الكثير. الله يطول عمر الشيوخ ودعمهم الرئيسي ودعمهم لا محدود. الحلو ما أشواط الإنتاج بنكون صعب علينا نوصل للسبق ولا نوصل للرموز. الحين نحط أهداف قبل للسبق والحين قد أهدافنا نوصل للسيارات وللرموز. والله الكل مستعد والكل يطمح أن يمثل دولته يرفع علم بلاده وإن شاء الله نكتب لنا نصيب أن نكون عند الرب. أهدي الفوز والناموس للشاعر والوالد محمد بن حمد المصلح هو الداعم الأول والرئيسي والمعلم وللأخوان حمدان وسعيد اللي واقفين دائما معاي. ونشكر نادي دبي على التنظيم الرائع ونشكر معازيبنا ولا ننسى شكر معازيبنا على وقفتهم وعلى دعمهم لا محدود في مجال الهجن والأشواط وكل ما يرغبون أبناء القبائل. ونشكركم ونشكر الإعلام على التغطيات العالمية. استحق خير من الله والحمد لله والشكر على الفوز الزام والزام تنحدر سلالته من العاشة ريسنج العاصفة وامها بنت شاهين. هذه خطوة بدوها طالع عمرك الشيوخ نظرا على أنهم قدموا الكثير للمواطنين وللرياضة التراثية واهتمامهم الكبير في الرياضة هذه. احنا انتجنا من خيرة الحلال اللي عندنا والحمد لله والشكر على كل حال. نعم مستعدين لان شاء الله ان تكون بصمة كبيرة فيه ان شاء الله. هدية طال عمرك الجميع الاخوان والاهل وسمو الشيوخ لانها البادرة الاولى طال عمرك للشيوخ. احنا هذا يعتبر ناموس للشيوخ بعدين يعتبر لنا. والله يطول عمارهم ويكثر خيرهم. أشكر طال عمرك القائمين على هذه الرياضة
ورئيس الدولة وإخوانه الشيوخ مجلس الأعلى وولياء العهود، والله يطول أعمارهم، وإن شاء الله أن تسوون عندنا لقاءات في الأيام المقبلة بنواميس أفضل إن شاء الله. أماثن الحقاقة، فقد انطلقت مشاهدين الكرام العديد من المنافسات خاصة المنافسات الصباحية، سويا نتابع انطباعات من حقق الناموس في ذلك اليوم. والله يطول العمر كأس الخليج كل اللي نتمناه، وشوط الانتاج نحن متعودين على الانتاج وإن شاء الله ترقبونا غريب. والله شقرد يطول عمرك، ينحدر من سلالة مياس بعير سمو الشيخ حمدان بن راشد بوعقال، ومشاركاته اليوم ثالث اشتراك له ولا ذاق طعم الهزيمة. والله يطول عمر نهدي الفوز والناموس للوالد سعيد بن غانم منصوري على هالدعم، دعم الانتاج والحلال الطيب، ووجه للتهنية. نشكر قناة دبي ريسينج ونشكر فايز ونشكر الجماعة القائمين على هالسباق، وبيض الله ويوهكم على الشيء الطيب اللي تقدمونه. نعم العابر يقعود سبوق وقعود حاصل على سيارة في ميدان الوقن في الصعوب، وقعود سبوق وحضرنا للشوط الأول اليوم، توقعنا من التوفيق من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله تيم القعود تبارك الله فيه. لازم عاد مستعدين حنا، ودنا بالمشاركة والتوفيق على الله، أهلنا وأهلنا مطية سبوق وقعود إنجازات طيبة، وهذا ثاني اشتراك لقعود حاصل على سيارة واليوم اشتراكني، ومهلي للتأهل الحمد لله، وإن شاء الله بتجهز بالنصيب على الله، بتجهز التوفيق على الله. أبوه طال عمرك مشاركات، طال عمرك قعود حاصل على سيارة في ميدان لوغن في الصعوب، وهذا ثاني اشتراك اليوم حصل على المركز الأول الشوط المفتوح في المرموم، وسلالته سرابود العزوم بعير الشيخ سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان وأمه بتشاهين الكليلي. أهدي الفوز للناموس لأهل السلطنة كافة واللي شجع شعار محمد بن ناصر راعي العار. أشكر أصحاب السمو الشيوخ طول الله عمارهم على هذا النظام وعلى هذا الترتيب وعلى هذا الاشتراك الطيب والأمور والمركاض، والحمد لله شاكرين الله فضل من الله ومن الشيوخ. والله سب كل يبغيه في دورة المرموم، وخصني في دبي سبق صعب في المكان هذا، والحمد لله قدرت تاخذ الشوط الأولي للإنتاج، وتوفيق من الله الحمد لله على كل حال. والله سلالة رزان بوها إنتاج عندي أنا ولد سراب، أمها بنت ما يخاف ماخذ يعني موتر قبل، ولها سبقين وهذا الثالث الحمد لله، وطيبة سلالتها طيبة الحمد لله، الإنتاج قوي الحمد لله. والله أهديه لكل شعب الإمارات، سبقي واحد ومحبيني ومحبين المسلمين كلها، هذا سبق يعني لي أنا بالذات لأنها إنتاج والحمد لله كل حال. والله أشكر على التنظيم، أشكر أولا على رؤوسهم شيوخنا على نظامهم وعلى فكرة الإنتاج هذه بالذات، هذه تسوى لها ساوية عند خص الإنتاج اللي منتج ومفحل، وتاحت وايد فرص للناس اللي منتجه، والحمد لله أهديه السبق هذا شعار محمد أخويته إن شاء الله، وإن شاء الله اللي جايات أفضل بعد بأمر الله. بعد هذه الأشواط سنتعرف وإياكم على أفضل توقيت لفئة أصحاب السمو والشيوخ، ولنبدأ أيضا مشاهدينا بعرض هذا الجرافيك الخاص بأفضل التوقيت. نبدأ أيضا بسن الحقاقة مشاهدينا الكرام وشاهنية، هجنة الدشبة التوقيت 4:27 تساجد من الثانية، اللقاية مع السمحة لهجنة الرئاسة مع المضمر حمد بن المنعتيج بن زيتون المهيري 5:51 4:00. أما سن الإذاع صواب يسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم المضمر خليفة بن سلطان بن رشيد، والتوقيت 7:42 بالتمام والكمال. أما هجن أبناء القبائل فقد شهدت تحديات كبيرة وتوقيتات زمنية مميزة، نتابعها سويا من خلال الجرافيك الخاص بها في هذه اللحظة، دعونا نتابع.
الحقاقة الشقرديل أيضا السيد سالم بن سعيد المنصوري. التوقيت 4:30 ثمان أجزاء من الثانية. سن اللقاية شاهين السيد علي بن سعيد بن سالم الرميثي 5:55 23 جزء من الثانية. أما سن الإذاعة الذيبة السيد صالح بن حمد القمرة المري 7:35 4 أجزاء من الثانية. اعتدنا في كل حلقة على رصد بطل من أبطال المرموم، سنتعرف وإياكم على هذا البطل في على هؤلاء الأبطال في هذه الحلقة، نتابع. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد انتهينا من استعراض أخبار المرموم، ولكن فاصل قصير نعود بعد لنستعرض معكم أخبار بقية الميادين. فاصل ونعود. حياكم الله مشاهدينا من جديد. ننتقل إلى ميدان الوثبة ومنافسات السباق التأهيلي الثالث، حيث أجريت أيام الخميس والجمعة والسبت الماضي المنافسات الخاصة بالسن الصغار لفئة أصحاب السمو الشيوخ وكذلك فئة هجن أبناء القبائل. وخصصت الفترة الصباحية للسن الحقاقة لفئة هجن أبناء القبائل لمسافة 3 كيلومترات وعلى مدار 20 شوطا، حيث تمكنت المملكة للسيد عبد العزيز بن فهد بن عيسى آل بوعبيد من تحقيق المركز الأول عن زمن وقدره 4:25 وجزئين بالمئة من الثانية. أما اليوم الثاني فقد كان مخصصا لفئة اللقاية، والبداية كانت مع فئة أصحاب السمو الشيوخ على مسافة 4 كيلومترات وعلى مدار 13 شوطا، حيث استطاعت هملولة لهجن الرئاسة والذي يضمرها السيد علي بن يميل الوهيبي في الشوط الرئيسي الأول من الظفر بأفضل توقيت إجمالي في هذا اليوم بزمن وقدره 6:01.7 جزء من الثانية. واستمر السباق في فترته الصباحية المخصصة لفئة هجن أبناء القبائل وبنفس المسافة وعدد الأشواط الذي انتزع هذا الشوط الشاهنية للسيد محمد بن سعيد بن سالم الخيلي في الشوط الأول الرئيسي بالزمن وقدره 7:31 وثمانية أجزاء من الثانية.
ننتقل إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان مساء الأسبوع الماضي في منطقة الديسة بوادي رام جنوب الأردن ختام مهرجان الشيخ زايد للهجن التاسع الذي استمر يومين واشتمل على منافسات 12 شوطا. وقام صاحب السمو حاكم عجمان بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن العربية الأصيلة، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان لتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في المهرجان. وفي موضوع آخر، وفي مزاد الإنتاج الشخصي الخامس، حيث نظمت المجموعة العلمية المتقدمة مزاد الإنتاج الشخصي الخامس وذلك يومي الثالث والرابع من شهر نوفمبر الجاري بميدان الوثب الجنوبي، حيث تم عرض 165 من الحشاوين التي تنحدر من أفضل السلالات المعروفة بصولاتها وجولاتها في ميادين السباقات، أبرزها الشبابي العاصفة والسليماني العاصفة وشامخ المختبر ومنذر المختبر والغزال المختبر وزايل العاصفة وولد مشغل المختبر والطيار المختبر وشاهين العشوش ومكلف الرئاسة وغيرها من الفحول المشهورة التي اعتلت منصات التتويج وحصلت الرموز وأسعدت ملاكها بالناموس والسيارات الفارهة. وقد بلغ إجمالي المزاد على مدى يومين 2,796,000 درهم إماراتي، وخطفت البكرة بنت جبار المختبر والأب منذر المختبر أعلى سعر في المزاد وبلغ 190,000 درهم إماراتي. وامتلك السيد مبارك بن محمد بن ثاني المزروعي تلاها من حيث القيمة البكرة بنت صغان الزراف والأب غازي المختبر، واشتراها السيد حامد بن ناصر النعيمي بمبلغ 160,000 درهم. أما ثالث أعلى سعر فقد بلغ 140,000 درهم، وهي بكرة بنت شاهين الكليلي وأبوها منذر المختبر، وكانت من نصيب أحمد بن عبيد الكتبي. وتسهم هذه المزادات في إثراء ورفض ميادين السباقات بنوعيات متفردة تشعل المنافسات وتبشر بمستقبل واعد لهذه الرياضة التراثية العريقة. شهد يوم الأحد الماضي انطلاقة أيام التسجيل لموسم المناخ وتستمر لغاية يوم الخميس القادم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا، وعرف اليوم الأول إقبالا كبيرا بين عشاق هذه الرياضة الذين توافدوا من أجل تعبئة استمارة التسجيل الخاصة واستوفوا الشروط المطلوبة، وقد أبدوا ارتياحا كبيرا فيما يخص عملية التسجيل وفق تنظيم خاص من إدارة محمية الروية. يذكر أن أبواب التسجيل ما زالت مفتوحة إلى غاية يوم الخميس لمن يرغب في اقتناء أفضل السلالات. We'll be right back.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيب بن سالم الدرعي. إن شاء الله اليوم نسجل زمول الشيخ حمدان. طول عمر الشيوخ ما قصروا فاتحين الزمول، والله يطول عمرهم إن شاء الله، الله يحفظها منا إن شاء الله. والله الحمد لله إن اللجنة متساهلة، تسجيل أمره بسيط الحمد لله، بس عليك إنك توصل عندهم، وتوصل عندهم إن شاء الله الأمور كلها طيبة، يخلصونك إن شاء الله، عندهم تقنيات حديثة، يخلصونك بأسرع وقت ممكن عندهم. والله منيت إن شاء الله خذيت استمارات تعبيتها، شوف هاي الاستمارة تعبيها، من تعبيها مرة تدخل عليهم ويخلصونك ربع ما قصروا. صورة الهوية وجهان وأرقام الشريحة، وتكتب هنا اسم المطية ورقم الشريحة الزامية واسم البعير، ومرة يسجلون في الكمبيوتر وخلاص تخلص. والله أنا اخترت الفارس والأسد وسكر. الفارس مشاهدة ركضة، ركضة طيب وانتاجي بعد طيب، والأسد نوم مشراية بقيمة طيبة من السعودية وانتاجي طيب، وسكر نوم كذلك انتاجي طيب، كل الزمول طيبات الحمد لله. طول عمر الشيخ حمدان ما قصر، فاتح الزمول مرة وامورهم كلهم طيب وسهلات. اسمي أحمد بن سالم الينيبي. والله تسجيل حاضر وتسجيل مضبوط ونعم، والحمد لله والترتيب زين. تجيب ناقتك إلي كيفك وميعادك تعرفه ويوم فحصك تعرفه. والله طول عمر الشيوخ وطول عماركم، والأمور الحمد لله كلها طيبة. لا الحمد لله لحد الآن البرامج اللي ماشيين عليها ما في كلام، ما نظام زين وترتيب حلو، وفتك من دعك تبيشان وبعيدك اللي تباه خلاص معروف محجوز لك. حط شريحتك وسجل اسم مطيتك وتسجل صورة بطاقتك وشريحة مطية، وتي مار اليوم معين تيب مطيتك طول عمرك وتمرحها وتتوكل على الله. والله اخترنا لحسب اللافتة اللي لقيناها فيها قعادين زمور كلهن زينات، واخترنا منهن المكتوب من قوم فيهن السكر وفيهن من المتحد وفيهن من نوعية كل الحمد لله طيبة، ما فيهن نقي وخيار هذيلا. الا انت وكون مطيتك طيبة زمور ان شاء الله بكون لطيبات هذيلا، ما في مخالات اني، وكلهن معروفات وروعي رموز. وزاهم الله خير لهالبرنامج، حان لنا اسبوعين ونحوط ونتخبر لنا 3 شهور عن زمول حمدان، بس لان معتمدين على الله وعليهن، ويوم حملين معمان والله بوشنا بعدين لحد الان ماشي بعيد كبزور عليهن تريج الكاب حمدان، بس لان الكاب معروفات طول عمرك والناس تسير عليهن، والله طول عمرهم لهالبرنامج العدل. شكرا لك، طال عمرك، ما احسنت، مشكور، مرحبا. دعونا سويا نتابع الفيديو التعريفي الذي يوضح آلية عمل التحضير في محمية الروية، نتابع. ما زال ميدان المرموم يستقبل العديد من الزوار والسياح الأجانب الذين توافدوا من كل حدب وصوب لاستكشاف أبرز خبايا رياضة الهجن، والتي تمثل الأصالة وأصالة التراث الإماراتي العريق، وعبر العديد من السياح عن إبهارهم بهذا الموروث التراثي والرياضي الرائع، نتابع ماذا صرحوا لكاميرا المركز الإعلامي. My experience is really nice. The racetrack is very, very big, so you can experience a lot of the camel race. And of course, the experience also nice because today it is really quiet. You can experience the Arabic habit and you can feel also, yeah, how the camel is feeling, if it is still calm or it's a little bit, yeah, thinking about the race. You can experience that because it is quiet today. That's nice. First of all, I mean, camels is part of the Arabic life. And for us, it's always like a dream to see camels in basically in the nature, in the desert. And that was then our motivation to basically look also for a camel race, which we then figured out based on the webpage. So we made our way here. It's super easy accessible.
From a visitor's perspective, amazingly done. The people are friendly, the staff even speaks English, so you can communicate to them. They help you out with the visitor terrace, even with coming up here to the bridge, which is, I think, very special for this specific race course, that you can even stand above the start line and experience that. And so far, it's amazing. And first impression, the spaciousness of this area, I would have never imagined that is so big here. Actually, I'm really surprised because I discovered that it is really interesting. I've been here for 3 years and I've been thinking to come here for many times. And finally today I came and I'm really happy because it's really, it's funny. And I didn't think there were so many people interested in this kind of sport, let me say. So I'm really happy also because the area is really nice. People is really friendly. And so it's a very good experience. And we will repeat with other friends probably. I don't have any idea about camel race because in my country there is no camel race. And I read a little bit about camel racing, but there is nothing really special in the book. So it is really exciting to see that the first time. And the people here are very friendly because if you have questions, they will help you and they will explain you. And you can really understand better what is the really thing about camel racing, because they will help you. So basically we brought friends already with us today. It's also for us the very first time, but we were telling them that we're going to go here. And there are many, many people and lots of our friends who never made it here. Even Arab friends never made it here. So this is going to be a good word, which we are distributing from today onwards. And we will make a lot of advertisement here. It's a really fantastic place and very well done. ننتقل لعرض أبرز ما تناولته أخبار الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول هذا السباق التأهيلي الثالث بميدان المرموم، حيث أشادت جريدة البيان بالإنجاز الكبير الذي حققته الذيبة وتسجيلها لأفضل توقيت زمني. أما جريدة الاتحاد فبدورها تطرقت لفوز الذيبة في سن الإذاع لهجن أبناء القبائل. أما الخليج هي أيضا نوهت لمنافسات السباق التأهيلي الثالث وعن فوز الذيبة أيضا. نتابع موقع تويتر الخاص بالمركز الإعلامي لنادي دبي لسباق الهجن وفتح أبواب التسجيل لموسم المناخ في محمية الروية، ودعم موقع انستغرام الخاص بالمركز الإعلامي لنادي دبي لسباق الهجن عن فتح أبواب التسجيل لموسم المناخ بالصور أيضا وسباقات السباق التأهيلي الثالث. وفي لقطة الأسبوع لهذه الحلقة من أخبار الهجن اخترناها لكم من هجن الرئاسة التي قدمت عروضا قوية ومميزة بعد أن تمكنت من الفوز بمعظم الأشواط في سن اللقاية. وصلنا مشاهدين الكرام إلى فقرتنا الحوارية، فاصل ونبدأ معكم فقرتنا الحوارية، وكذلك نضع على طاولة الحوار ونناقش الكثير من المواعظ التي تهم عالم سباقات الهجن، فاصل ونعود.
نتواصل معكم مشاهدينا الكرام وفي فقرتنا التحليلية لهذا الأسبوع نستضيف أيضا السيد أحمد بن محمد بن كراز المهيري. مرحبا أبو كيان بن منصور. يا مرحبا. يا مرحبا أستاذ عصام. نعم، نتحدث عن الدعم الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة خاصة الميادين الفرعية في إمارة دبي. الميادين الفرعية سواء كان ميدان سيف العرب، ميدان الهباب أو كذلك ميدان الطي، هناك دائما عملية التجديد التي تأتي وتستمر لهذه الميادين دعما لعشاق هذه الرياضة ودعما أيضا للمشاركين في هذه الميادين. والله شوف الميادين هي من المرموم، يعني من نادي دبي ومتابعة الأخوان كلهم والدعم لأصحاب السمو الشيوخ. نعم، الميادين هذه الحمد لله بجميع السباقات مدعومة، بجميع الجوائز مدعومة، ويشترون عندهم ويشجعونهم، خص ميادين دبي يعني من جميع الهباب، من الطي، من سيف العرب، من المرموم نفسه، من مركز دستور. دعم أصحاب السمو ما قصروا، الله يجزيهم خير، ولا قصروا الناس اللي واقفين على هالعمل. نعم، نتحدث عن تجهيز، عندما يكون هناك تنظيم مميز بالتأكيد راح تكون جميع العوامل متكاملة. نبدأ بأوقات المفاحيم وأوقات التدريبات خاصة في الميدان الرئيسي في المرموم وكذلك في الميادين الفرعية. السنة إضافوا أستاذ عصام، إضافوا إضافات جديدة في ميدان المرموم وفي الميادين اللي تابعة لأمارة دبي. نعم، يعني الميادين الفرعية من أضافوا أن يعطونك الساعة 8، يعني من الساعة من وقت من الساعة 6:30 تبدأ المفاحيم. نعم، لغاية الساعة 8. من بعد الساعة 8 عندك ساعة تدريب اللي يدرب يعني أنه ما يكون عنده مشاكل في التدريب ولا شيء. نعم، من بعد الساعة 9 تبدأ إذا أنت بتفحم متأخر، تكون متأخر ولا يعني أخرت عن المفاحيم من أول الصباح. نعم، فبرنامجه طيب. نعم، ترونها مناسبة لكم؟ نعم، أنتم كملاك مناسبة، والناس سايرين في انتظام وسايرين في ومحافظين على القوانين ومحافظين، وهذه أي رياضة فيها نظام والنظام طيب في نادي دبي يعني. نعم، الأرضيات أهم نقطة في أي سباق. والله والأرضية كيف صحيح تروا دعم أو كيف تروا إعادة تهيئة الأرضية خاصة بعد السباقات أو خاصة بعد المفاحيم؟ والله شوف دائما نادي دبي والميادين الموجودة فيها دائما نعم اهتمامهم بالأرضية، والناس اللي أنا أشكرهم يعني اللي وراء الكواليس اللي يشتغلون ومهتمين يعني بالأرضيات ومهتمين بالسيلينج ومهتمين بالدورة ومهتمين اهتماما كبير. الأرضية دائما تكون مهيئة للمفاحيم، دائما يعني تفحم طيب تكون انت مرتاح، مش مشدوده الارضيه. نعم، الارضيه تكون زينه حق المطيه، لان المطيه انت اذا شديت عليها شده الارضيه تكون يعني تصاب بضلع ولا تصاب بشيء. اما الارضيات في كافه الميادين اللي تابعه لنادي دبي دائما واقفين رجال عليها وعليها المدير ونائب المدير والناس الممثلين يعني. نعم، نتحدث عن ميدان سيف العرب، بالتأكيد يستقطب كم من الملاك بشكل كبير بشكل شبه أسبوعي، لأن الآن نحن نتحدث عن كل أسبوعين هناك سباقات تأهيلية. نرى تواجد وتوافد أيضا المطايا سواء من المنطقة الغربية، الإمارات الشمالية، الجميع متواجد. نعم، يستهدفون سيف العرب بالتحديد. ليش سيف العرب؟ لأنه أكثر العزب موجودة في دور سيف العرب، أكثر العزب. نعم، يعني كميات كثيرة في العزب، فمتوزعة في اللي في سيف العرب واللي في قريطيسة المنطقة الجديدة اللي يعملوها. نعم، فالناس الرئيس موجود والله يطول عمره، نفس الأرضية ونفس الرئيس، والناس سيف العرب يكون قريب على الناس اللي موجودين في ويحبون أكثر الناس يجون يشتركون، وهي مستواها مستوى الرئيس الشمالي يعني. ترى احنا سيف العرب يعني نطلق عليه الجنوبي، ميدان. نعم، الجنوبي. نعم، والمرموم هو الميدان الشمالي، فنفس مستوى يخدم نفس المستوى. نعم، نحن تواجدنا وكاميرا المركز الإعلامي تواجدت وتابعنا تواجد أيضا من ملاك من المنطقة الغربية، ملاك من المملكة العربية السعودية، وأيضا من دولة قطر الشقيقة. صحيح، أنا واحد قلت له ليش أنتم يعني تخلونكم في دوركم، في واحد جاي من المناطق الغربية وهذا أسأله،
اقول ليش انتم ما تركضون هناك يعني بدل انتم ما تزحمون هنا، انا امزح معه وتضيقون علينا شويه. قال لا الحين يوم نجي سابع في دبي كنا ماخذين الاول ما شاء الله. اول شيء بالنسبه للميدان المرموم ولا والشيء المتوفر فيه من جميع حواجز الناس من جميع العيادات من جميع يعني كله قريب وكله يعني متسهل ويحب الانسان ان يجي المنطقه عندنا، لان الحين كل العزب قريبه يعني العزب على مستوى راقي. نعم يعني بنيانهن العالم تشوف ربعك كل يوم، نحن نقضي اوقاتنا في العزب. نعم فعلا. نعم ميدان الهباب ايضا يستقطب ملاك يتوجهون بالتحديد لميدان الهباب للمشاركه في هذه السباقات. لا تنسى الاخ صام هذا الميادين يدعمونها اصحاب السمو الشيوخ بمشترى، واي ميدان يندعم بمشترى لازم تتواجد الناس فيه. نعم شفت يعني ميدان الهباب يعني من الميادين اللي يشترون منه ويشجعونه الشيوخ، وسيف العرب مثل. نعم يعني جميع هذه اللي يشجعونه. نعم نحن نلاحظ أيضا مع من بداية الموسم مع أيضا انطلاقة السباقات التأهيلية هناك كم كبير من الملاك يتوجهون خاصة للهباب والطي وسيف العرب، بالتحديد الهباب، ليش التوجه لميدان الهباب خاصة في ظل تواجد هذا الدعم الكبير من قبل المظلة التي أيضا تكون مشرفة على هذه الميادين الفرعية وهو نادي دبي لسباق الهجن؟ لا تنسى ان الدعم اللي متواجد يشترون يعني من الرياسه تشتري، العاصفه تشتري، يعني الشحانيه تشتري، فالميادين هاي تنطلع اكثر السباق يطلع منها ويتواجدون مع بعض. انت اذا تركض في الهباب ولا في الطي ولا في سيف العرب تركض عند منتخب، اي منتخب قوي يعني. نعم يعني ليس فقط في ميدان المرموم هناك منافسات قويه، ايضا في الهباب والميادين الفرعيه في اروع كاسات. يعني انا ممكن ما اركضها في المرمومه وديها الهباب ما بالها ضغط، ولكن تحصل لها ضغط. نعم شفت كيف المطايه اللي عندهم، ما حد الحين يخلي مطيه ما تنفعه. شوف المطيه هي عباره عن انه يبيعها يستفيد منها فعلا. نعم. عندما توجهنا الى ميدان الطي اول ما ندخل ميدان الطي في البوابه الرئيسيه تابعنا ضوء، شفنا صور الضوء. صور نعم. الضوء. نعم. ميدان الضوء عفوا ميدان الطي ميدان الطي وكذلك أطلق عليه مؤخرا ميدان ضوء. ميدان ضوء نعم. هناك علاقة قصة ضوء بهذا الميدان؟ والله قصة ضوء بهذا الميدان أنها يمكن أنها مشراية عند طالع عند بن بن بالرفيعة أظني ضوء هي. نعم. إنتاج بالرفيعة. نعم. ويحبونها يعني أطلقوا عليها الناس ضوء وهي تستاهل بنت حشيم يعني. نعم تستاهل. نعم. نعم حققت فناقه الصورة يعني. نعم ميدان الطي أيضا رأينا فيه منظومة متكاملة سواء من الشوارع الجديدة سواء من أيضا الطرق المهيئة للسيارات وكذلك الطرق المهيئة للرتاب، أيضا الممرات الخاصة بالرتاب مقام أو مهيئة بشكل كامل ومنظم أيضا. الله يطول عمر دعم سيدي سمو الشيخ حمدان للميادين. الله يطول عمره، فدائما متابع المواطنين جزاه الله خير ودائما يحثهم على التشجيع دائما. نعم الله يطول عمره. يعني دائما الشيخ حمدان يتابع الشباب من اهل الجيل ويدعمهم ويشتري عندهم يعني ويعدل الميادين كامله ضب، يعني ما خلى ميدان قصور على الانسان. نعم ايضا الدعم يتواصل من قبل نادي دبي لسباق الهجن ليس فقط لهذه الميادين ولكن ايضا للعزب، هناك عزب ايضا تكون مجاوره لهذه الميادين تصل اليها جميع الخدمات بشكل كامل ومتكامل تسهل للمشارك ايضا المشاركه بكل اريحيه وبكل سلاسه. انا اقول لك نادي دبي يقوم بعمل جبار سواء المدراء او الاعضاء او الاعلاميين او جميع الكادر الموجود في نادي دبي. الخدمات متوفره يعني جميع الشيء اللي مش موجود في الميادين موجود في هالميادين. نعم على مساحه كبيره، ناس ساكنين يعني في هالميادين هي ساكنين. نعم في العزب بيوت. جميع المواصل العزبه اليوم تتجمع تصف او تكون مواصفات فايف ستار. تجمع يعني القبائل وتجمع الناس مع بعض فعلا يعني يتواصلون، يكون فيه يعني تعرف هذا فلان وهذا فلان ويتجمعون. نعم. أولادهم يتجمعون، فهذا يعني تجمع كبير. وبعدين جميع الأشياء متوفرة موجودة، شو اللي تبه
يعني فعلا. هي سياحية درجة أولى الميادين فعلا. هي فعلا. نتحدث عن أيضا سوق الهجن، نتحدث مجملا عن جميع ميادين الإمارات 33 المنتشرة في جميع أيضا الإمارات السبع، هناك أيضا حركة بالتأكيد في سوق الهجن، ربما تكون حركة في صعود، ربما تكون ثابتة، ربما في نزول، هذا سوق، السوق دائما يتحمل جميع الأوضاع. حركة السوق في هذا الوضع في هذه اللحظات نتابع أيضا في صعود مستمر أو ثبات ومن ثم أتى في صعود، حركة السوق تعود، السوق تعود بالفائدة لمن بالتحديد؟ حركة السوق يستفيد جميع المواطنين فيها والوافدين، نعم، اللي هم يبيعون جميع المواد الغذائية ومن الصيدليات، هاي تنفع دورة يعني مالية كبيرة، نعم، مش إلا المواطن، فاكتساب الناس السياح، اكتساب العالم اللي يزورونا من دول الخليج دورة كبيرة. أنا إذا اشتروا عندي مطية مبلغ معين يعني صحيح. رديت واشتريت عند إنسان اللي ما يقدر، نعم، رديت واشتريت أكثر من مطية. السوق دائما بوجود أصحاب السمو الله يطول عمرهم مدعوم دعم يعني مثل الأندية الرياضية، يعني مثل الأندية الرياضية، نعم، مثل الأندية الرياضية، نعم، نعم. تقصد أندية كرة القدم، نعم 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 نعم, نعم. مدعوم، لكن رياضة سباقات الهجن هي رياضة تاريخية ساحرة أيضا، تاريخية تاريخية، واللي يتعلق بها مش أقل عن مسابقات كرة القدم، هي ناموس يعني فعلا. هي فرحة كبيرة زي الخيول في أوروبا، ويعني هذا يعني تاريخ، يعني من يوم أسس صاحب السمو الله يغفر له الشيخ زايد، يغفر له يرحمه، وأسس هذه الرياضة لدعم المواطنين، نعم، واستمرت وانتشرت في دول الخليج، اللهم لك الحمد، اي نعم، كانت باكورة انطلاقة سباقات الهجن في الدولة ومن ثم انتشرت، نعم، ثم كملوا أصحاب السمو الله يطول عمرهم في دعم هذه الرياضة الطيبة، نعم. ومنصور، نحن ممكن نكون وصلنا لنهاية أيضا هذا اللقاء، كلمة أخيرة حاب أنك توجهها أيضا عبر برنامج أخبار الهجن. والله كلمة أخيرة كل أتوجه إن شاء الله أن الله يطول عمر الشيوخ، اللهم آمين، ويسلمهم من كل شر، ويحافظ دولة الأمارات من كل أشرار، وأن يديم النعمة عليها وعلى شعبها وعلى سيدي صاحب السمو ورئيس الدولة الله يحفظه، اللهم آمين، وأعضاء المجلس الأعلى وولي العهود الله إن شاء الله يحفظه جميعا. ونشكر نادي دبي، نشكر الأخ علي بن سرود وعبد الرحمن أمين، وأنت نشكرك ونشكر جميع الأعضاء اللي قائمين في العمل هذا، ونشكر الكادر اللي يشتغل كله في نادي دبي. شكرا لك وبيض الله وياك. الله يسلمك. ونحن نشكرك على حضورك معنا، وأنتم هذه اللي تقوموا بالعمل تنشرون هالرياضة، نعم، جزاكم الله خير قناة دبي ريسنج، هذا واجبنا يا طويل العمر، نشر هذه الرياضة وهذه البرامج التعريفية لهذه الرياضة اللي تعطي هذه الرياضة حقها وأكثر واللي تستاهل أيضا. هذا زين أستاذ أصام، لأنك تنشرون وتفهمون الأجيال الجاية عن رياضتهم، عن العادات والتقاليد، عن الرجولة، هي مخوة الرجولة. النشر ذهبنا به بعيدا، هناك نشرة أو هناك برنامج أخبار الهجن أيضا باللغة الإنجليزية، نستهدف السياحة أيضا. جميل جميل، لأن هذا لازم يفهمون شو عن يعني تراثنا وعن تاريخنا وعن شو بالنسبة للجمل اليوم، نعم، صح ولا لا؟ فهذا تاريخ وهي مدرسة كبيرة، نعم، مثل ما هم في الخيل يعتزون بتراثنا، يعني نحن أيضا نعتز بتراثنا، نعم، وفعلا لاقى استحسان ولاقى أيضا إعجاب كثير من ملاك، ممكن مش الأجانب، هم أغلبهم ملاك خيل، لاقى استحسان. أنا أستاذ أصام محظوظين بحكامنا، اللهم اي والله محظوظين، يعني احنا الدولة الأولى في العالم اللي تراعي المواطن فعلا، وتتصل الحاكم رد عليك فعلا، فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة من الله. اللهم احفظ سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظ الله ورعاه، وأيضا أخوانهم أيضا أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود على هذا الدعم الكبير لهذه الرياضية، ليس فقط لهذه الرياضة ولكن الدعم الكبير لأبناء شعب دولة الإمارات وكذلك للمقيمين، نعم، أيضا، نعم، نعم، ليس فقط، نعم، أبناء الشعب، لا والله كل عايش، أصحاب السمو الشيخ يعتبرون كل مقيم على دولة الإمارات هو أيضا من شعب دولة الإمارات، وهذا هذا هذا الحقيقة،
نعم هذه حقيقة معاملتهم مثل معاملتنا والله. نعم نحن كشعب نحترم أي وافد وأي سائح. بالتأكيد نحن نرحب بالجميع مثل ما أيضا أصحاب السمو الشيوخ يرحبون بالجميع. نعم. نعم. فعلا ومنصور شاكرين لك على هذا التواصل وعلى هذا التواجد. الله شكرا يسلمك. لك الله يسلمك. أنا أشكركم يعني. حاضرين يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. دعونا نتابع سويا جدول أو أجندة الأسبوع القادم من السباقات التي ستقام في ميدان المرموم. نتابع وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام أيضا برنامج أخبار الهجن. أتمنى أن تكون هذه الحلقة نالت إعجابكم واستحسانكم. تحياتي عصام الخامل وتحيات طاقم العمل. مع السلامة.